إسرائيل تطلق سراح أسيرين سوريين من سجونها بعد عودة رفات الجندي الإسرائيلي من سوريا. بوتين يؤكد أن بلاده لن ترفع إنتاجها النفطي فور انتهاء مهلة الإعفاءات التي منحتها واشنطن لبعض الدول المستوردة للنفط الإيراني. ومقتل 15 شخصا خلال عملية اقتحام نفذتها قوات الأمن في سريلانكا. أهلا بكم. قال مصدر إسرائيلي رسمي لم يكشف عن هويته إن إسرائيل قررت كبادرة حسن نية إطلاق سراح أسيرين سوريين من سجونها في أعقاب عودة رفات الجندي الإسرائيلي زخاريا باوميل من سوريا، وهما الناشط في حركة فتح خميس أحمد من مخيم اليرموك المسجون في إسرائيل منذ عام 2005 بتهمة محاولة تنفيذ هجوم ضد قاعدة للجيش الإسرائيلي، وزيدان الطويل من سكان قرية خضر المسجون منذ عام 2008 بتهمة تهريب المخدرات. وقال المصدر إن القرار اتخذ قبل أيام قليلة فقط، نافيا أن يكون القرار قد اتخذ قبل استلام جثمان باوميل. نشرت الشرطة الإسرائيلية مئات الضباط في البلدة القديمة بالقدس، وقال متحدث باسم الشرطة أنه لم يتم وضع تحذيرات محددة، حيث وصل مسيحيون وحجاج من جميع أنحاء العالم لحضور المراسم السنوية لإضاءة الشموع في كنيسة القيامة، مؤكدا أن الإجراءات الأمنية المشددة ستظل قائمة. من المتوقع أن يصل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى هنا، وسنتأكد من أن الطقوس ستقام وفقا للإجراءات الأمنية. لا توجد تحذيرات محددة تلقيناها حتى الآن، ولكن تجديد الإجراءات الأمنية مستمرة. وإلى سوريا، حيث قتل 17 عنصرا من الجيش السوري ومسلحين موالين لحكومة دمشق، وأصيب العشرات بجراح إثر هجمات شنها فصيلان جهاديان في محافظة حلب شمال سوريا، وذلك وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن الاشتباكات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى، وانتهت بتدخل الطيران الروسي الذي استهدف مواقع الفصائل المهاجمة. وأسفرت الاشتباكات والغارات الروسية عن مقتل ثمانية عناصر من الفصائل الجهادية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم الشامل على المسلحين في محافظة إدلب بسوريا ليس ملائما الآن على حد تعبيره، مضيفا إنه يتعين أخذ الاحتياجات الأمنية للمدنيين في عين الاعتبار. وقال بوتين إن بلاده ستعمل مع المعارضة السورية لتشكيل لجنة لصياغة الدستور في إطار مساع للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سوريا. علقت ألمانيا معالجة بعض طلبات اللجوء التي قدمها السوريون بانتظار مراجعة جديدة للوضع الأمني في سوريا بحسب مصادر صحفية ألمانية. وأوضح المصدر نقلا عن وزارة الداخلية الألمانية أن بعض طلبات اللجوء التي قدمها السوريون قد أرجئت بانتظار تعديلات سيتم إدخالها على توجيهات الوزارة. وذكر المصدر أن المنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين تخشى أن توقف حكومة المستشارة أنجيلا ميركل تلقي طلبات اللجوء من مواطنين سوريين في حال توقفت أعمال العنف في بلادهم. تستمر الاحتجاجات أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، ويجتمع اليوم للمرة الأولى لجنة مشتركة عن المجلس العسكري والمحتجين في السودان لبحث المطالبات بنقل الحكم إلى سلطة مدنية، وذلك وفقا لما ذكره تحالف المعارضة. وعقد قادة المتظاهرين عدة جولات مباحثات غير مثمرة مع المجلس العسكري منذ إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير. هذا ودعا المعارض السوداني الصادق المهدي إلى انضمام السودان فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية التي سبق وأن أصدرت مذكرتي توقيف دوليتين بحق الرئيس المعزول عمر البشير. وقال المهدي في تصريحات للصحفيين إن هذا الموقف يجب أن ينسق مع المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالبشير، مؤكدا أن الجيش لم ينفذ انقلابا عسكريا في السودان، ما قد يسهل التوصل إلى اتفاق حول حكومة مدنية. مانع من الاستجابة لمطالبها وينبغي فورا الانضمام لها، ولكن هذا الموقف يجب أن ينسق مع المجلس العسكري. هذا ما يضره أولياء الدم والتطبيع مع الأسرة الدولية. يجب أن نؤكد للكافة أن ما حدث في السودان ليس انقلابا عسكريا،
بل هو امتناع قواتنا من سفك دمائنا وانحيازهم لمطالب الشعب. أعلنت الشرطة السريلانكية مقتل 15 شخصا من بينهم 6 أطفال خلال عملية نفذتها قوات الأمن، وشهدت تفجير 3 انتحاريين أنفسهم وتبادلا لإطلاق النار بعد أن حاول العسكريون ورجال الأمن اقتحام موقع يعتقد أنه مخبأ لتنظيم داعش في بلدة كالموناي شرق البلاد. وأضافت الشرطة أنها عثرت خارج المنزل على جثث 3 رجال آخرين يشتبه بأنهم انتحاريون، موضحة أنهم قتلوا في تبادل إطلاق نار. شعرت بالخوف عندما سمعت الصوت، كنت في المتجر وبعد 4 دقائق تلقيت مكالمة هاتفية من زوجتي، وخلال ذلك الوقت أيضا سمعت بعض الطلقات النارية وبكاء زوجتي. لم أكن أعتقد مطلقا أن هذا النوع من الأشياء يمكن أن يحدث، حتى لو أن الانتحاريين مسلمون. هذا ليس نهج الإسلام، لا يمكننا قبولهم وقلوبنا متألمة بسبب هذا الحادث. وإلى شأن آخر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لن ترفع على الفور إنتاجها النفطي عند انتهاء مهلة الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة لبعض الدول المستوردة للنفط الإيراني في أيار مايو. أتت أقوال بوتين خلال انطلاق أعمال مؤتمر طريق الحرير الجديدة في الصين. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السعودية وغيرها من الدول في منظمة الدول المصدرة للنفط قد وافقت على طلبه بزيادة الإنتاج من أجل خفض الأسعار بهدف التعويض عن النفط الإيراني، ما نفته الرياض لاحقا. لدينا إمكانيات هائلة من إنتاج النفط، لكن لدينا اتفاق مع أوبك للحفاظ على الإنتاج عند مستوى معين، وهذه الاتفاقية سارية حتى يوليو. وقال بوتين أيضا في بكين إن بلاده تنوي تسهيل حصول كل الأوكرانيين على الجنسية الروسية، وكانت موسكو خففت إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا. ما يتوقعه الناس من القيادة الأوكرانية الجديدة هو حل هذه المشكلة. الكل سائم من هذا الصراع والجميع ينتظرون القيادة الجديدة بما في ذلك الرئيس لإيجاد حل لها. ومع ذلك فإن الرئيس الجديد يقول إنه لن ينفذ اتفاقيات مينسك، فكيف سيقوم بحل هذه المشكلة؟ بالطبع سنناقشها وأود أن أفهم موقفه. وفي سياق ذي صلة، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات واسعة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وتبادل الاثنان الآراء بخصوص عديد من الملفات وعلى رأسها سوريا، فنزويلا وليبيا. جاءت تصريحات بيسكوف على هامش مؤتمر مبادرة الحزام والطريق الذي تستضيفه الصين. ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ المزيد من الدول للانضمام إلى مبادرة طرق الحرير الجديدة، ساعيا لتبديد المخاوف بشأن الخطة القاضية بإقامة بنى تحتية تربط ما بين آسيا وأوروبا وإفريقيا. أنا واثق من أنه من عملنا جميعا يمكننا بناء مزيد من الإجماع وتحقيق المزيد من النتائج في اجتماع المائدة المستديرة اليوم، مما سيساعد على تعزيز التعاون الدولي بشأن مبادرة الحزام والطريق وتحقيق فوائد أكبر لشعوبنا والمساهمة أكثر في بناء مجتمع مع مستقبل مشترك للبشرية. تجددت تظاهرات السترات الصفراء في كل من باريس وستراسبورغ، وبعد يومين على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلسلة الإجراءات المرتقبة لزيادة القدرة الشرائية للأكثر فقرا وللطبقات المتوسطة، وطلب المتظاهرون ماكرون بالتنحي. مقترحات ماكرون هي أكاذيب، إنه كاذب موهوب، شخص محتال، لص، كل ما يقوله هو أكاذيب ونفاق لأولئك الذين ليس لديهم عقل نقدي والذين يصدقون كلماته. ومع تظاهرات السترات الصفراء نصل إلى نهاية الموجز الإخباري من i24 News. نشكر لكم حسن المتابعة، كنا معكم من ميناء يافا، إلى اللقاء.